سالم بن فاران المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، نتواصل والشوط ما قبل الختام يتم وينطلق في هذه اللحظات، ونتواصل أيها الإخوة في هذه الانطلاقة ونتعرف إياكم على الخمسة المراكز الأولى المتقدمة، والجوائز هي للعشرة المراكز الأولى. على كل حال نتعرف إياكم على من تحتل المركز الأول جبارة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني وعبد الهادي في التضمير. نتعرف وإياكم على المركز الثالث، ومن تحتل المركز الثالث تصلنا في المركز الثالث مشاهدين الكرام. وصلت هنا أبها، أحلى أبها مشاهدين الكرام، هي من تتسلل لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري في التضمير. نتابع هناك شعار اللي تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات، منصورة للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت، هي من تغير من الجانب الأيمن، بينما هنا في المركز الرابع ومن تحتل المركز الرابع الدوحة، هي من غيرت إلى المركز الثالث مشاهدين الكرام للسيد محمد بن عبد الهادي الدهن. وهنا في المركز الرابع تتسلل منصورة للسيد عبد الهادي بن حبيش النابت. ونتعرف وإياكم على المركز الخامس، ومن تحتل المركز الخامس المسك لسعيد بن محمد بن قحيز المري، هي من تحتل المركز الخامس. هكذا نتيجتنا وهذه إذاعتنا للخمسة المراكز الأولى في هذا المحلي وفي هذه الأمسية. أيها الإخوة نتعرف وإياكم ونعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط. هنا أبهى مشاهدين الكرام، في أبهى حلة وأبهى ميدان، هنا تتربع على الصدارة، تعود مشاهدين الكرام ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومضمرها سالم بن فاران المري. ولكن ابن الدهن مشاهدين الأفاضل مع الدوحة هي من تحتل المركز الثاني. ابن الدهن السيد محمد بن عبد الهادي الدهن هو من يحتل المركز الثاني مع الدوحة. نتعرف وإياكم على المركز الثالث، المركز الثالث جبارة تعود ملكيتها لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني وعبد الهادي في التضمير. ولائحة 2 كيلومتر مشاهدين الكرام، تنتصف المسافة، تنتصف المسافة يا متابعين يا مشاهدين ويا مضمرين. نتعرف على المركز الرابع، هنا منصورة تبحث عن النصر والانتصار، ومع ابن حبيش النابت عبد الهادي هو من يمتلكها. نتعرف وإياكم على من تحتل المركز الخامس، وصلت في هذه اللحظات الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم في التضمير. يا سلام الله، أتممنا النداء الثاني وخلصناه، وخلصناه يا جماعة. نعود مباشرة وأرى شعارات قادمة وأسماء لم يحن دخولها في عالم الإذاعة، ولكن الله ابن الدهن، ابن الدهن ما فيك حيلة، ما فيك حيلة إذا فزت معنا وانتزعت المركز الأول في هذا الشوط وفي هذه الأمسية وفي أشواطنا المفتوحة، يعني يبصم لك 10 على 10. نعم يا مالك الدوحة، محمد بن عبد الهادي الدهن هو من يقود المسار، وقلبه قوي، قلبه قوي يا جماعة، قلبه قوي يا ابن الدهن. الله مع الدوحة، يا سلام محمد بن عبد الهادي الدهن، يعني الله أعصابه في ثلاجة. الله هناك من الجانب الأيمن مشاهدين الكرام، من الجانب اليمين، من الجانب اليمين يا جماعة، هناك ابن حبيشة عبد الهادي بن حبيشة النابت مع منصورة، يا سلام. وهنا هنا في المركز الثالث اللي غيرت على مستوى المركز الثاني جبارة للشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني عبد الهادي بن هليل في التضمير. ولكن ابن العاض، ابن العاض يتدخل العنود للسيد حمد بن محمد العاض المري، يا سلام. الله 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 على هذا الشوط يا مشاهدين، الله على هذا الشوط يا متابعين. العنود، الله العنود تتسلل، العنود في أول إذاعة لها تتسلل في هذه اللحظات لحمد بن محمد العاط، هي من تحتل المقدمة وتقود المسار. ولكن هناك جبارة من الجانب الأيمن للشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني وعبد الهادي بن هلي في التضمير. هنا بن حبيشة في المركز الثالث، ولكن يا سلام
الكرام. الله يا الله الله، شعار هجن الرياسة مشاهدين الكرام مع المس، هجن الرياسة بدولة الإمارات وراشد بن بخيت بن مقارح. الله، ولكن العاض العاض متمسك متمسك العاض. الله 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 يا العاض، ما فيك حيلة يا العاض. حمد بن محمد العاض يقود المسار مع العنود، ولكن الله يا الله، جبارة جبارة تغير من الجانب الأيمن، جبارة تتسلل، والعنود صامدة صمود الجبال السود، صامدة صمود الجبال السود. يا سلام، العنود وجبارة، جبارة والعنود. يا العاض يا العاض، الخط النهاية يقترب يا العاض، ولكن هناك العنود، هناك جبارة من الجانب الأيمن، جبارة من الجانب الأيمن، جبارة والعنود، العنود وجبارة، جبارة والعنود. الله يا مالك العنود، الله يا العنود، يا الله 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 الله. العنود مشاهدين الكرام، العنود وحمد بن محمد العاض يصل إلى خط النهاية بأمان وسلام. تهانينا وألف مبروك يا أبو محمد على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني جبارة للشيخ عبد الهادي بن علي بن أحمد آل ثاني. المركز الثالث يتصل فيه منصور لعبد الهادي بن حبيش النابت. المركز الرابع تصل فيه المسك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الخامس وصلت نهب. في المركز الخامس لهجن الرياسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. هكذا نتيجتنا مشاهدين الكرام. إذا العاض بصمته واضحة في هذا المساء في أشواطنا المفتوحة التي صعب الناموس فيها إلا صاحب قلب قوي النفس كما يقال، حمد بن محمد العاض الذي ذهب بالناموس بجدارة وباستحقاق. ونتعرف وإياكم على التوقيت الزمني للعنود التي قطعت المسافة في زمن مقدار 6 دقائق 23 ثانية وست أو ثلاث ست دقائق 24 ثانية. وفاء وتماما التهنية نزفها لحمد بن محمد العاض على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت في المركز الثاني جبارة 6 دقائق 24 ثانية. جزئين من الثانية نهني الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني، كما نهني مضمنة عبد الهادي بن هلي المري. المركز الثالث تصل في المركز الثالث منصورة وابن حبيشة أيضا ما قصر، 6 دقائق 25 ثانية 7 أجزاء من الثانية. نهني عبد الهادي بن حبيشة النابت على فوزه بالمركز الثالث.